المباراه تبقى صعبه جدا. خليفه، اكتر من لقاء كنا فيه مع بعض اتكلمت على الكرات الثابته وازاي هي بقت مشكله كبيره عند نادي الزمالك. هي مؤخرا الزمالك بدا يسترجع تاني نغمته في الموسم اللي فات ان هو بيسجل من الكرات الثابته. يعني الزمالك احنا كنا بنتكلم ان الكرات الثابته اللي عليه بتمثل خطر وما بيسجلش من الكرات الثابته، لا الزمالك بدا تاني يسترجع نغمه التسجيل. سجل وبدا تاني يلعب تاني ازاي يوجد المساحه لحسام عبد المجيد. تعال نشوف بيتعمل ازاي، ان في افراد تانيه بقت بتشارك في العمليه الهجوميه غير حسام، فده يعني الزمالك سجل اول هدف معانا هنا اللي هي اتلعبت على الايام القريب لمحمد عبد الغني. مش لازم تتلعب لمحمد عبد الغني، ولكن وقف لي هنا معلش، انا لما بحط لاعب على الايام القريب زي ما محمد عبد الغني سجل في الداخليه ده بيشتت الدفاع فتخف الدفاعات على حسام عبد المجيد. هنا حسام سجل في اسوان، هي بدات تتلعب تاني للمنطقه المريحه لحسام، بتتلعب بعيده. كان الزمالك بيستخدم زيزو في ارسال الكرات العرضيه سواء من اليمين سواء من الشمال، لا الزمالك لما بدات الكوره تبقى على شماله ما بقاش يستخدم زيزو في الارسال الاول، بقت ممكن تروح الهجمه تتعمل هنا. دي تاني دي منظر الخطوره. انا هرجع تاني معاك، بس يعني هو هنا معلش في الكوره دي اما تتلعب كان الاول وقف لي، كان الاول بتتلعب من زيزو باستخدام رجله اليمين بالزبط. دي الزمالك ثبت ان هو مش عارف يستخدمها خالص، فبدا يستخدم لاعب يعني يا اما الكرات الركنيه بيتم تهيئتها لمحمد عبد الشافي او بيتم استخدام شيكابالا او اي لاعب اخر عشان ما تبقاش الكره رايحه ناحيه الجون. الزمالك لازم بدا يستهدف المساحه ان الكره تبعد عن الجون عشان يريح حسام عبد المجيد. هنا دي الطريقه اللي هي الزمالك بيسجل بيها اغلبه، لما يبقى وقف لي في لا وقف قبل دي اما تبقى هنا اما تبقى هجمات ناحيه اليمين ارسال من سيد من احمد سيد زيزو بيبقى ارسال على الايام البعيد، دي اكتر كره ممكن الزمالك يستفاد منها. طيب الكرات لما بتيجي بقى عكس ناحيه الشمال الزمالك بقى بيعمل ايه؟ بقى بيستخدم لاعب اخر يعد له الكوره يا اما يرجعها لزيزو او اللاعب الاخر يرفع عشان يتيح المساحه لزيزو ما يرفعش باتجاه الحارس المرمى، لا يرفع على البعيده. الكوره ممكن تروح ممكن تيجي، ولكن لازم الكوره تكون بعيده عن الجون عشان يتيح الفرصه لحسام عبد المجيد. الزمالك بدا يجد النغمه دي، سجل منها في ماتش بيراميدز، في الاهلي وصل للتاتش الاولى مرتين، مره هنا وقف لي بقى هنا وارجع لي دي تاني. دي بقى جمله جديده الزمالك بدا يستخدمها برضو اللي هي اتلعبت لامام عاشور، دي يمكن اعتقد دي اخطر فرصه للزمالك تم تقييمها في المباراه، اتلعبت على القريب لامام عاشور، امام عاشور بيرجح لحسام عبد المجيد، دي كانت اقرب كره الزمالك ممكن يسجل فيها طول المباراه. فده اللي انا بتكلم فيه، الزمالك بدا يجد نغمه ان هي الكرات الثابته اللي ناحيه اليمين بترفع من زيزو عشان يستفاد من حسام عبد المجيد انه يلعب على البعيد، لا الكرات اللي كانت ناحيه الشمال اللي كان بيلعبها زيزو باتجاه حارس المرمى لا بدات تتلعب على مرتين سواء لزيزو تاني او سواء لمحمد عبد الشافي او لاعب اخر عشان يستفيد من قدره حسام عبد المجيد ان يبعد الكره عن ايد الجول.